الفكرة اللي كنا بنتكلم فيها قبل الفاصل، وهي فكرة مصالحة مش مصالحة. في بعض الناس بيحتجوا، بيقولك انه في الدستور حاجة اللي هي العدالة الانتقالية، ودي معناها انه الناس تقعد وتتصالح والى اخره. بس انا حابب ان احنا نسمع من يعني اهل الخبرة والناس اللي شاركت في وضع الدستور، ايه حكاية العدالة الانتقالية دي؟ وهل دي تكئة يعني ممكن حد يستند عليها وهو بيتكلم عن اي خزعبلات من خزعبلات التي تسمى المصالحة ولا لا؟ خليني اسمع من استاذنا الفقيه القانوني والدستوري الكبير دكتور جابر جاد نصار، رئيس جامعة القاهرة السابق والقانوني المرموق. يا دكتور اهلا بيك يا فندم. اهلا دكتور محمد، وحشنا جدا. ربنا يخليك. واخبار اخبار المانجا ايه؟ لسه ما طلعتش. طيب ماشي، ان شاء الله على مصر بخير يا رب. ان شاء الله ان شاء الله. قول لي بقى يا فندم، يعني في بعض الناس بيجي يمسك في حكايه العداله الانتقاليه دي وياخد منها تكئه انه يبدا يتكلم عن مصالحات او الى اخره. خليني بس يعني ابدا حديثي ببعض النقاط المهمه جدا. اتفضل يا فندم. ان في الحقيقه انا كاستاذ قانون دستوري ونظم سياسيه، في الحقيقه كنت دايما بقول وما زلت بقول ان اعظم انجازات الرئيس السيسي هو استعاده الدوله المصريه التي كانت قد تفككت. لانه هذا الانجاز في الحقيقه هو انجاز محوري واساسي. رضي من رضي او لم يرضى من لم يرضى، دي مساله في الحقيقه لا يفهمها الا اساتذه النظم السياسيه والقانون الدستوري. لانه عندما تتهدد او يتهدد كيان الدوله ووجودها ويلتف به الخطر، هنا كل حاجه تبقى بلا قيمه. صحيح. ولذلك الحديث عن المصالحه او تسميتها بتسميات اخرى من باب التوريه او من باب فتح الباب سنه بسنه زي ما بيقولوا كده، هو حديث ايضا يعني جاء في وقت تعيش الدولة ويعيش الشعب يعني الاستحقاق الانتخابي الذي حدث بانتخاب السيد رئيس الجمهورية لمدة ثانية. فمثل هذا الكلام يحدث التباس كبير جدا وارتباك في الفهم. صحيح. احنا في غنى عنه في الحقيقة. احنا في غنى عنه. صحيح. الامر الاخر انه ايضا بحسب التخصص لا يمكن ابدا لدولة تريد أن تبني نفسها أن تحني رأسها لمن رفع السلاح في وجهها. تمام. دي جملة مهمة جدا يا دكتور. لا يعني طبعا. لا يمكن لدولة تريد أن تبني نفسها أن تحني رأسها لمن رفع السلاح في وجهها. بالضبط. جميل. أو من ساهم أو ساعد في هذا الأمر. تمام. في الحقيقة إن تركيبة التنظيمات المتطرفة أولا تركيبة لا يتعاطف معها إلا من كان عضوا معها بشكل أو بآخر. تمام. بمعنى إنه السنة التي حكم فيها جماعة الإخوان المسلمين مصر، ظهر على سطح الوطن أناس كانوا أعضاء فاعلين وبارزين وتولوا مناصب وقادوا في هذا العام ما كنت أنت ولا غيرك ولا أحد يمكن أن يتصور أنهم من هذه الجماعة. صحيح جدا. إذن النهاردة ده بيعطي لك مؤشر أن التقسيمة اللي قسمها حسن البنا في كتبه بين عضو عامل وإلى آخر السلم أو أول السلم عضو متعاطف، هو في حقيقته تقسيم للعضوية. وليس تقسيم من الخارج والداخل. تمام. لا، كله داخل الجماعة. كله داخل الجماعة. تمام.
ولذلك النهاردة مسألة الحوار مع أولا هذه الجماعات المتطرفة لم ترفع فقط السلاح وإنما في وجه سلطة وإنما رفعته في وجه شعب صحيح. فاقتنست أبناؤه شهداء ومصابين. وهل نسينا المحطات الكهرباء التي كانت تضرب لكي يعم الظلام أرجاء الوطن؟ في الحقيقة أنه طرح مثل هذه الأفكار هو طرح في غير موضعه وطرح مدمر ويشتت ضرورة التركيز في هذه اللحظة الصعبة التي تحياها الأمم والشعوب والدول في إحنا في 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 محيط جغرافي. يعني لما تيجي كده تمد عينيك إليه تقول سبحان من سلم هذا الوطن من كل ما أريد له. صحيح صحيح. نأتي بعد ذلك إلى المادة التي أتت في الأحكام الانتقالية في الدستور. تمام، دي مهمة جدا يا دكتور. وهي طبعا وهي التي أولا صنعت على عيننا وكان مشارك فيها يعني أساتذة أفاضل وعلماء كبار، وهي تتحدث عن العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية. خلي بالك من الحتة دي بقى. المصالحة الوطنية أي الفرقاء في وطن واحد المختلفين حول مسألة سياسية، حول مسألة اجتماعية، إنما لا تنصرف. وكمان بحسب ما نصت عليه الأعمال التحضيرية في الدستور أكدنا على ذلك أن هذه المادة ليه؟ لأن سعادتك النهاردة كان مقصود بها أن الشهداء الذين ماتوا في ثورة 25 يناير أو في الفترة ما بين 25 يناير و 30 يونيو وبعد ذلك ده في الحقيقة كان إقامة الدليل في كثير من الأحيان يحتاج إلى نظام للعدالة الانتقالية وأن يتم هناك مصالحة وطنية بأن تتدخل الدولة بجبر خواطر هؤلاء وأسر هؤلاء الشهداء، وقد حدث ذلك أكثر من مرة. صحيح. وما زال من خلال صناديق ومن خلال قوانين وبالضبط. طبعاً. والعدالة الانتقالية لهذا الذي تطوله يد الإرهاب ولا تستطيع أن تصل إلى قاتله. يعني هنا المصالحة دي تنصرف إلى من طالته يد الإرهاب مش إلى يد الإرهاب نفسه. هو ده طبيعي كمان. طبعاً. والعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية بين فئات الشعب المصري. هؤلاء الجماعات المتطرفة ليسوا من فئات الشعب المصري. ولذلك النهاردة هذه أفكار مجرمة قانونا. يعني يا فندم دستوريا وقانونيا مادة المصالحة الوطنية لا تنصرف إلى جماعة الإخوان الإرهابية. هل تنصرف إلى جماعات متطرفة؟ في الحقيقة هل تنصرف إلى جماعات متطرفة تعيش كل حياتها وتركيزها وتفكيرها ومؤامرتها في الداخل والخارج لهدم الوطن؟ لا تنصرف طبعا. كيف تكون مصالحة وطنية؟ المصالحة موصوفة في النص الدستوري بأنها وطنية. أنت أمام فصيل اليوم يهدم الوطن، فكيف تكون مصالحة وطنية؟ كيف تكون المصالحة معهم مصالحة وطنية؟ ولذلك النهاردة في الحقيقة الكلام الذي يستشهد به في 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 بهذا النص أو بغيره لإدخال هذه الجماعات المتطرفة في إطار، هو أنت النهاردة اللي بيقتلك واللي بيحرق مقدراتك واللي بيعجزك واللي بيواجه اقتصادك من لتخريبه وتدميره. صحيح. لتخريب اقتصاده.
كيف تتحدث عنه كفصيل وطني تريد ان تصالحه؟ تصالحه على ماذا؟ على ماذا؟ يعني صحيح، تصالحه على ماذا؟ طب يا فندم، سؤال قانوني وهو ليس من باب التحريض ولكن الايضاح. يعني هل اذا تبنى احد، يعني حد طلع الى الدعوه الى مثل هذه الاشياء، ده وضعه، هل القانون يرتب ليه اي وضع؟ شوف، انا يعني الفكره الاساسيه النهارده انه الاطلاق الافكار في الهواء الطلق بغير مسؤوليه في الحقيقه يرتب مسؤوليه مجتمعيه. لذلك تمام. ولذلك النهارده انا سعيد جدا بهذه الانتفاضه اذا جاز التعبير، ضد هذه الاقوال. صحيح، لانه انت لما تشوف النهارده، لان هي قضيه مجتمعيه بالاساس. طبعا قدر الانزعاج الذي تم، يعني قدر الانزعاج الموجود، يعني انت النهارده، انا خلينا اخدك وانت من اهل البيت الى مربع اصغر شويه. النهارده لما كانوا بيحرقوا المدرجات اللي في جامعه القاهره، صحيح، في جامعه القاهره وفي غيرها، صحيح، لما كانوا لما كانوا بيحرقوا المدرجات اللي بيتعلم فيها ابن وابنك واللي بيتعلم فيها الطلبه، يعني كيف تتحدث عن مصالحه او حوار؟ صحيح، الحوار صحيح. الحوار يكون حيث ينتج اثاره. صحيح، حيث ينتج اثاره. لا، مع حضرتك طبعا، مع حضرتك طبعا. عندما يكون الحوار حوار بين فصائل لا تسمع ولا يمكن ان تستجيب لحوار، وانها تتنمر بك، وانها يعني تحاول ان تفتك بك، فالقول بوجود الحوار هنا هو في الحقيقه يعني بيبقى بقى حاجه كده زي ما بيسموها بالبلدي. فاللي انا عايز اقوله في الحقيقه ان هذا الملف يجب ان يغلق. صحيح، انا بضم صوتي لصوتك في ده جدا يا دكتور. طبعا، وان هذا يعني فضوها سيره بقى. طبعا، ونلتفت للمستقبل واللي جاي، لانه مجتمعيا مرفوض. وقانونا زي ما حضرتك قلت، المصالحه المقصود بها مصالحه وطنيه مع من يعملون من اجل هذا الوطن. قد تكون هناك خلافات في التفاصيل، في الرؤى، في وجهات النظر، لكن نتحرك على ارض وطنيه واحده. انا بشكر حضرتك، وان شاء الله تبقى معانا قريب دكتور جابر جاد نصار، الحقيقه من اساتذتنا الكبار اللي بنستنير دايما بارائهم.